يقول سماحة الشيخ: ما هي الأمور المباحة في الأفراح للنساء؟ المباحة لهن الاجتماع، لا بأس به أن يجتمعن ويلتزمن بالستر عن الرجال، ويلتزمن بالستر عن بعضهن بعض، الستر الضافي. والرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهن في ضرب الدفن لإعلان النكاح، يضربن الدفن، ولا بأس بأن يغنين بأصواتهن بالغناء المعتاد عند النساء بدون أنه في مكبر صوت أو في مسجل، لا ما يجوز هذا.